الريزات ديالي، كي داير لاباس عليكم؟ باخا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما كتشوفوا، وبغيت نتشارك معكم المنتوجات اللي خديت في اوريفلام ونشوفوا العروض ونشوفوا شنو اللي صدق شنو اللي ما صدقش. المهم صراحه انا غنوري لكم وشوف العروض ونشوفوا حتى لي كادو اللي تعطاونا معاهم. المهم بداو على بركه الله. خديت هذه الرويحه هذه ديال لوف بوشن اللي زوينه بزاف صراحه، زوينه البنات. وخديت هذا الفون دو تان ديال اوبتيمالز اللي واعر زوين، كيغطي وكيوحد اللون، وفيه حتى العامل الحمايه، ويعني فيه واحد العامل الحمايه شي 20%. ومن بعد خديت هذا الاكرون هذا اللي زوين، كيتماشى مع الوجه، ما كيخليش الوجه مقشبر ولا شي حاجه، فيه القشاري ولا شي حاجه بحال هكا، وزوين بزاف، فيه 50 سيكون سي بي اف عامل الحمايه، يعني زوين، جربته واستعملته صراحه زوين بزاف. وخديت هذا الجلوز هذا ديال وان كولر اللي استقلي واعر زوين، كندير اي عكار نفوق منه هو. وخديت هذا العكاكر هذا حتى هو ديال وان كولر، هي دي المرسومه القد الفوق اللي زوينه البنات، واعر اللوين ديالو في الغوز كما كتشوفوا، يعني واعر كيجي في الفم زوين بزاف. ها هو دا اللون ديالو. وخديت هاد الحكيك ولا الجنين كيعيطولو اللي هذا كيتستعمل لاي حاجه البنات، كيتحتاج لاي حاجه، حراق، حبات ديال الناموس فهاد الصيف، اي حاجه الصراحه زوين بزاف 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 كما كتشوفوا. غنبين لكم راه غني عن التعريف هذا الجنين هذا، هذا الحكيك يعني واعر صراحه. وخديت هذا العنبر، الريحه ديال العنبر واعره زوينه، هذا الشكل ديال الجديد عاد خرجوه في الموف، واعره بزاف، فيها المسك وفيها بزاف ديال المكونات، يعني زوينه بزاف. وخديت هذا الستيك ديال ديفين ديال العرق، وخديت هذا الصابونه ديال مان اللي زوينه وغنيه عن التعريف البنات، كما كتعرفوا كدار مع الوصفات بالنسبه للكلاف، البقع، الحبوب، بزاف ديال الحوايج، يعني راه كتستعمل بزاف ديال الوصفات. ان شاء الله دابا نشارك معكم شي وصفه بهاد مان هادي ان شاء الله يا ربي. وخديت هاد الفون دو تان جورداني كما كتعرفوا البنات، جورداني راها غنية عن التعريف، يعني المنافع ديالها على الوجه وبزاف ديال الامور، يعني واحد الفون دو تان اللي واعر كيتماشى مع الوجه وكيغطي وبيان سور هاد اسونسييل اللي ما كنستغناش عليه، غير كيتسرى لي كنجيب واحد اخر اللي زوين 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 بزاف، جربته الصراحه وعجبني زوين البنات. هانتوما كما كتشوفوا اسونسييل فاس كريم فيرنس سي بي اف 10% وفيه الفيتامين او، غني بالفيتامين او، في واحد زعما واحد الاخر ديال الفيتامين او، الصراحه زوين بزاف 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 البنات، عرفتي كيرطب البنات الوجه، كيرطبو يعني وكيردو غزال بزاف. انا غير كيتسالى لي هذا، كناخد واحد اخر لاغام ديالو صراحه زوينه. وخديت هاد الايسونسييل هذا ماسك سكراب في نفس الوقت، يعني واعره البنات غزال كما كتشوفوا، كيتوضع على الوجه لمده 10 دقائق، وكيتشطف بالماء، وكيتوضع على بشره مبلله، وكيتدلك بلطف، واعر واعر زوين، فيه واحد الحبيبات هانتوما كما كتشوفوا البنات، فيه الحبيبات يعني واحد الشكل اللي واعر بزاف.
ومن بعد كاين هذا الماسك هذا اللي واعر 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 غزال، ديال الرؤوس السوداء ديال الفاخر، واعره البنات غزال بزاف، يعني واحد الفعاليه كيعطي، غير كتستعملو كتخليه كديرو على الوجه وكتخليه كينشف، ومن بعد غير كينشف كتزولي هكا، يعني كيتزول هكا قشره وحده، يعني ماسك كيكون كحل كيتزول هكا قشره واحده، يعني كيتزول عادي، ومن بعد عاد كتغسلي الوجه ديالك. وبيان سور هاد زيت الكوكو اللي غنيه عن التعريف، واعره واعره بزاف للشعر، يعني انا كنفضل ناخدها في هاد الوقيته الصيف، حيت الوقيته ديال البرد كتعذب، كتكون جامده، خصك عاد تسخنيها، ومع تبارك الله حنايا حادقات ما معكازينش، يعني كنوضو دغيا الحاجه. ايوا المهم انا راني كناخدها من الصيف للصيف، ما كدبش عليكم، اختكم معكازه كناخدها من صف صف باش كتكون دايبه، كنشق بيها الشعر ديالي، واعره واعره البنات غزاله بزاف. ومن بعد كاين هاد انيغما اللي زوينه بزاف، زوينه واعره واعره زوينه، يعني ريحتها زوينه. هما اللي صدقولي صراحه في الروايح، كاين عندك هاد انيغما لوف بوشن وعنبر، وحتى جورداني صراحه. دابا نشارك معكم شي برودويات، حيت ديجا راني كنت سبق لي شريتهم شحال هادي، غير ما صورت لهم لكمش، ان بارطاجي معكم اللي وافقوني واللي عجبوني، وحتى اللي ما عجبونيش غنشاركو معكم باش تاخدوا فكره، اللي بغات تاخد شي حاجه تاخد بعدا اللي مجرباها كتكون زوينه. ومن بعد كاين هاد الكريم ديال اليدين اللي زوين، هاند كريم ديال سيلك، يعني واعر واعر زوين بزاف، انا كنستعملو ديما، غير كيتسالى كناخدو. وغادي نوري لكم عاد هاد لي دو بواط الا عرفتو شنو فيهم. هاد لي دو بواط البنات فيهم شي واحد، فيهم مضادر اللي طوب 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 طوب، واعرين فنين، كيجيو كيحمقو، كيجيو زوينين بزاف. خليكم معايا نفتحوهم باش تشوفو المضادر اللي خديت انا دابا. ودابا غادي نحلو النضادر اللي حمقوني حمقوني حمقوني، واعرين بالبوشيطه ديالهم، تبقى تخرجي غير هادي بلا ما تخرجي الكارتون، واخا يتلاح ماشي مشكل. فيها هاد الزيف هذا، وهادو هما النضادرات كما كتشوفوا البنات، ها هما النضادرات، واعرين واعرين فنين، كيجيو مع الوجه فنين غزالين، واعرين بزاف بزاف. انا حمقوني هادو، ما كرهتش كون خديت منهم جوج، حيت هادو اللي عجبوني فريمون عجبوني هادو. وفيهم هاد اللعيبه ديال اوريفلام سويدن باش كتمسحي الزاج، يعني الا توسخت كتمسحي الزاج، واعرين بزاف البنات. وغير تبغي تخرجيهم بلا ما ديريهم غير في هاد لابوشيط هادي ديال التوب، كيكونوا براتيك، وكتسديهم وديرهم في الصاك ديالك، يعني زوينين بزاف بلا ما تخرجي الكرتون ديالهم. وهادو البنات صراحه صراحه ما طربونيش صراحه بزاف، هما زوينين هما زوينين بزاف، هما زوينين ولكن جاو صغيورين، ما جاوش على الوجه هكا، من داك اللي كيعجبوه الستيلات ديال النضاضر صغارين راه غادي يعجبوه، ولكن انا صراحه كنفضل ان النضاضر يكونوا كبارين. وهذا البنات ها هو البوشيطه ديالو، وها هي هذه في الخضر، يعني داكشي متول كل حاجه واللوين ديالها في نفس اللون، يعني حتى هادو زوينين عجبوني الديكور ديالهم، ولكن جاوني صغيورين شي شويه، انا كنفضل النضاضر اللي كبار. ها هما حتى هادو واعرين صراحه، وانتم عاود تقولوا لي الراي ديالكم، واش نلبسهم ولا ما نلبسهمش، يعني زوينين غير راهم مغبرين صراحه، حتى هادو واعرين زوينين بزاف. ها انتم كما كتشوفوا البنات، كما قلت لكم ها هما في هذا في الشكل في الاحمر، عرفتي كيجيو واعرين، هما خطيرين، جاو زوينين، غير انا كنفضل النضاضر اللي كبارين، كيعجبوني النضاضر اللي كبارين. ما حتى هادو الصراحه جاو واعرين زويونين، وشوف حتى الشكل ديالهم كي داير هاد الاحمر من الجناب، يعني شي حاجه اللي واعره ومخدومين طوب، يعني ما تلقيهمش هادو في المحل، ما تلقيهمش مجلطين، يعني شي حاجه اللي زوينه وباثمنه مناسبه الصراحه، يعني ما خديتهمش بثمن غالي، يعني هادو جو بونس
والله ما نكذب عليك نسيت على الثمن، ولكن جو بونس هادو 59 وهادو 55 جو بونس، يعني ما بقيتش عاقله حيت انا يعني خديت داكشي كامل، ما بقيتش عاقله على الثمن. ايوا المهم هانتوما قولوا لي فرا اللي زوينين، انا هادو راه لبستهم، هادو لبستهم كيجيو واعرين، هادو حمقوني حيت انا كيعزيز عليا الكبار، وهادو صراحه زوينين بزاف، واعرين وباعرين واعرين بزاف بزاف. المهم كان هذا هو لا فيديو ديالنا، وكان هادو هما المشتريات. نسيت حقا ما وريتكمش واحد ونسيت كنت غنسى لكم احسن حاجه، واحسن حاجه خديتها في هاد لا كوموند هادي هي الكادو اللي عطاتني اوريفلام، اللي خديت من عند اوريفلام هاد اللعيبه ديال امبرياش وبالصويك. نعم سيدي بكل شيء، يعني شي حاجه اللي طوب واعره البنات. نحلوا نشوفوا، خليها ما نقول لكمش حتى تشوفوهم بعينيكم وقولوا لي كي جاكم. وها هما، ها هي المفاجأة البنات، جوج صوينيات اللي واعرين كيحمقوا في الكحيح اللي كيجيو راقيين بزاف البنات. هادو كيصلحوا الحلوى، العصير، بزاف ديال الامور، الكيك، اي حاجه كاطو، يعني كيتستو في هاد الصينيات الراقيين اللي واعرين. حمقوني انا، حمقوني بزاف، واعرين كيجيو، عرفتي غير كتحط فيهم الحاجه كتجي كتحمق. دابا نوريها لكم، يعني ما مست فيهم شي حاجه، يعني واعرين واعرين بزاف طوب البنات، فنين. وهادو هما الصراحه الاخر، هادو هما يعني السوينيات اللي حمقوني، وابخي غادي نست فيهم الميك اب ديالي اللي خديت منهم النيت، منكم واليكم. تقدر ديري بهم انت اللي بغيتي، لا ما عندك ما ديري بهم، ما تستفي فيهم الروائح ديالك، المكياج ديالك، اي حاجه يعني. نسيت ما وريت لكمش التراساج، هذا دزتو نسيت ما وريتوش التراساج ديال الحجبان اللي واعر 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 البنات، واعر فيه هذا اللون هذا ماغون، والمفتوح ديالو والابيض، وهنا جوج شيتات، يعني كطراسي الحجبان وكدير كتخاصي حتى الحجبان كاملين، يعني واعرين، وبالمرايه ديالهم يعني واعر. هذا زوين بزاف البنات، عجبني حتى هو. خديته عندك هذا واحد طراسور واحد اخر ديال الحجبان، حمقوني من اوريفلام، يعني عييت ناخذ من الزنقه والو ما صدقويش، بحال هادو ديال اوريفلام صراحه زوينين بزاف، ديال وان دوان، يعني صدقوا واعرين البنات. ايوا كانت هذه هي لا فيديو ديالنا، ها هما غير ستفناهم في الصينيه ديالنا. كان هذا هو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، وكان هذا هو المشتريات اللي خديت من اوريفلام والعروض. وهذه البنات هاد الصواني راني خديتها غير بشي 59 درهم واقيله، يعني ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن خديتها غير بشي 59، كتعطى كادو هي يعني بثمن رمزي، رغم انك الا مشيتي خديتيهم راك غتاخذهم يعني بثمن يعني اكثر من هذا الثمن، هذا غتاخذيه بثمن اكثر. وهادو هما النضيدرات اللي خدينا، كان هذا هو لا فيديو ديالنا. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه باش يوصلكم الجديد، باش يوصلكم الجديد للقناه. وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وها هما العروض، ومازال غنشارك معكم ان شاء الله اللي زوين في اوريفلام واللي ما زوينش، باش حتى الا بغيتو وفكرتو انكم تشريو من اوريفلام غتقداو الحاجه اللي صدقات وزوينه. وكان هذا هو لا فيديو، ما تنساوش تعطوني الراي ديالكم في النضيدرات، في الراي اللي عجبوكم. انا راني قلت لكم زعما بجوجهم زوينين فنين، ولكن هادو اللي من هنايا يعني انا كيعجبوني الكبار، يعني عجبوني بزاف على هادو، حتى هادو عجبوني، ولكن في الوجه جاوني صغيورين بحال الا صغيورين. ما تنساوش تعطوني الراي ديالكم، وكنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. يلا باي باي عليكم، بسلامه.